هذه أسعار السيارات الجديدة التي ستسوق بالجزائر مقارنة بأسعار السيارة المستعملة، لا سيما أن أسعارها بالأسواق باتت جنونية بأضعاف ما اشتراها أصحابها قبل سنوات وقطع آلاف الكيلومترات، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى حملة مقاطعة. مفاجأة، عجبتنا وشابة أن نشري هذيك 200 مليون، ما نشريش بيكانت وطريز ماشي كاع كرة الأرضية ب 200 مليون. صافي بليزير نركب في الجديد نقلع النيلو. السوق تاع مصر اليوم النهار تاع اليوم راه مبلوكي، كاين شوية تاع بيع بصح راه مبلوكي، الناس راهي خايفة، الشاري خايف والبائع خايف. بصح راه مية السوق اليوم راه أسوام ماهيش كيما كانت وقت فات، الناس قاعد تصبر تشري واش تشري 2024 خير من تشري حاجة زيرو كونتر، وتشري حاجة جديدة خير من حاجة قديمة. السوق هذا شوية نقص، السوق اللي فات جابونية مقرين هذه دارت 50 52، ذي المرة دارت 45 46. خليك من الخردة ما تشريهاش، خليها تصدي، يتربوا في عزكم، وغيرها من الشعارات التي أطلقها الفيسبوكيون لمقاطعة شراء السيارة المستعملة بأسعار جنونية والتوجه للسيارة الجديدة الأقل تكلفة. دخول بعض العلامات للسوق الجزائرية بأسعار تنافسية مع حملات المقاطعة قد يشكل وعيا إضافيا ويعيد لسوق السيارات أسعاره الحقيقية.